والآن أغمض عينيك يا لمبي. أه تعال. أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلا أقدم لك هريسة صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة. أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت مثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي وما أدرك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه مقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت خليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر. ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده عم زي الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنز. انت ما تعرفش، انا مش هاجي غير على الكبير الاهبل اللي فيهم ده. احذر يا عم. احذر يا لبي، احذر يا ولد الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم تعالوا وانظروا، ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟
عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. ايه يا جدعان، في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا! إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ إنه يسبنا بالكفار، عليكم بهذا الليمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا ليمبي. على ده عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو. عمو. الشاهد طيب. الشاهد طيب. الشاهد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشاهد أشهد الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا، فلترحل اليوم. لا، فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي، فيش كلمة خالص يعني. حصلوا حصلوا. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وقعدي افرقي بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكذب بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة. بعض ماشي. بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. انت بقى اريد مية. هات كوبايه مية. صح. الكربه انت هتسقي جنن. بقول الكوبايه. وما هي الكوبايه يا عم؟ انت فيك حيل ترعب. عايز اسعد اعرف معلومات. ده انت مسافر دلوقتي يعني. هتقول لي كوبايه. يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوبايه. اريده اتهني من 12 الدور لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدين ستودنت. اريد ايوه اريد شربة خمر معتق. شربة خمر معتق؟ انت مصر ان انت تموت كافر برضو؟ ايه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى؟ خلينا اخلص بقى. ايه يا عمو؟ الديناصور بيخلص ولا ايه؟ قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو. 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 ماذا؟ ماذا؟ يا مش بنت العلامة. العلامة خلاص الكنز. العلامة. سكة الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذا هيا بنا. هيا بنا. هيا يلا يا الندى. هيا. السيد زيتون، هل فارق هريسة الحياة حقا؟ ده مكان وفاشة. إنه يفرفر بالداخل يا سيدي. إذا فقد قال لك عن مكان الكنز. أشر إنه قال لي على مكان الكنز. إذن أين هو مكان الكنز؟ هذا هو السؤال المنشود. ما هو سؤال حلقة اليوم؟ أين هو مكان الكنز؟ لقد فاز هذا الكلب. إن عمي هريسة يفرفر بجانبه الكنز. هيا إلى الداخل. أسرع. لقد اعترف بحقكم وكان أن ليكم ذهب وألماس ويقوت ومنخوي. خش جوه. هيا يلا نوافين دي بعد وقتي. الديانة اقرأ بس.
تعثروا عليه. احرقوا، دمروا، خربوا، لا تتركوا امرأة على قيد الحياة. شردوا الأطفال، وإن وجدتموه اقتلوه. هل أعجبتك؟ زيدون، أنت دائما تعجبني، لكن يجب أن نجد اللمبي حتى نجد الكنز. أنت انظر إلي، هل رأيت رجلا مسرعا مرة من هنا ومعه فتاة شابة؟ ماذا تريدون مني؟ نبحث عن اللمبي. هل تعرف اللمبي؟ اللمبي اسم عجيب عجيب، وماذا تريدون مني؟ نريد أن نقتله. إنه قوض سديد سديد. ما رأي زوجة الحمقاء؟ أجل، سيسلخ جلده. إذن اذهبوا إلى أبي ذئب، إنه أكثركم وساخة. إنه رجل أبلة، وهكذا زوجته. هيا بنا، هيا بنا نبحث. هيا أيضاً. أعجبتني. ما يعجبني فيك؟ دهاؤك. أعطني قبضة في الحنك. لمبي، نحن في المطاردة. اجري. حلمي. ماذا نفعل الآن لمبي؟ أقول لك على حاجة، الصنم ده هو اللي جاب لنا النحف والعرش. لا يوجد مكان آخر. أنا تخبي. أنا أشك في هذا الباب. ولكن كيف نخش إليه؟ نخش جواي. المفتاح يا لمبي. المفتاح. المفتاح. المفتاح ده.